التغذية مهمة جدا، كلنا حتى لو مثلا واحنا صغيرين تلاقينا ايه بنتربى على عادات معينة كده ان الاكل الدسم هو ده الصح ليك، بس ممكن يبقى صح ليا بس مش صح مثلا لحد رياضي بيبني هو مثلا في الناشئين بيبني جسمه. فانت كلمني بقى عن العادات الصحيحة للتغذية لحد مثلا رياضي، بعد كده نتكلم بقى بشكل عام بحيث ان الناس اللي نفسها يبقى حد خس او رياضي كده. يعرف والناس اللي مش راضيين اللي نفسهم برضو ياكلوا اكل صحي. طبعا التغذيه اهم حاجه في الرياضه، لان خلايا الرياضه محتاجه بناء عضلات، محتاجه طاقه انها يشتغل بيها، في سواء كان مثلا بيلعب كوره او ايا كان نوع الرياضه، فعلى حسب هو اكله ايه هينتج كويس. خلي بالك، لو احنا النهارده اثرنا في النظام الغذائي بتاع اي حد بيلعب رياضه سواء كوره او غير كوره، هيفرق جدا معاه في الشغل بتاعه وانتاجه. فاحنا عشان انتج بطل رياضي صحيح لازم اركز هو بياكل ايه بالظبط. طبعا ده في مشكله عندنا في مصر بالذات، عندنا مشكله في تقصير رهيب في الحته دي، عندنا عشوائيه في الاكل، عندنا ما فيش حد مركز في نوع الاكل اللي بياكله، الكواليتي، ياكل امتى. يعني مثلا في معلومه مهمه جدا، اي حد مثلا ماتش كوره مثلا لازم اكل قبل ماتش ب3 ساعات، ما ينفعش خالص اكون واكل وجبه قبل ماتش مباشره، لازم قبلها ب3 ساعات على الاقل عشان اقدر ان انا انتج والجهاز الهضمي عندي يبقى مرتاح جدا، والغذاء ونسبه السكر رايحه للعضلات كويسه جدا، فاقدر ان انا انتج في الماتش كويس جدا. بعكس مثلا ممكن يبقى في عشوائيه، ممكن قبل الماتش ياكل اي حاجه خلاص. وعندنا افكار خاطئه رهيبه، مثلا يقول لك ايه، لو اكلت حاجه مسكره هتديني باور في الماتش. حاجه مثلا دي بالعكس، حقيقة. احنا عايزين اصلا قبل، المفروض في عندنا نوعين من السكر، حاجه اسمها سكر معقد، وده بيشتغل على اللونج ران شويه، زي اللي هي موجود في الحبوب الكامله زي الشوفان، زي الحبه الكامله، قمح الحبه الكامله، غير مثلا ما يكون باكل حاجه، باكل بارد شوكليت مثلا، هيديك نسبه سكر عاليه بس هتتحرق في ساعتها وهتعلي معاك الانسولين على الفاضي، مش هستفيد بيها، بالعكس ممكن تهبطني اصلا بعد كده، وما فانا تخلينيش اخد الطاقه اللي انا عايزاها مثلا. والانتاجي في الماتش مثلا يقل. بالعكس، يعني انا لو اكلت النهارده وخلت وجبه سليمه كامله متكامله، طبعا مع الكلام هنوضح ايه الوجبه الصح اللي هناخدها قبل الماتشات مثلا، هتديني باور وخليني انتج في الماتش 90 دقيقه كامله بشكل كويس جدا. بعكس لو انا خدت مثلا بار شوكليت كبير قبل الماتش على طول، هيوقع لي مجهودي البدني اثناء الماتش. وبعد الماتش بقى ممكن اكل ايه؟ طبعا في، لا على في طول برضو ولا؟ لا اه لا لازم في نظام برضو غذائي بنمشي عليه بعد الماتش عشان نعمل حاجه اسمها استشفاء للعضلات، لان العضلات اساسا بتعتمد على ماده اسمها الجلايكوجين. الجلايكوجين ده نوع السكر اللي بيتخزن في الكبد وفي العضلات. فاحنا لازم نعمل تعويض او استشفاء عشان اي حد رياضي لما يعمل مجهود بدني قوي في الرياضه ما يفقدش جزء من عضلاته. طب انت شايف ان اللاعب المصري عموما مقصر في حق نفسه في موضوع التغذيه ده؟ طبعا طبعا بشكل غير طبيعي. ما هو لك في عشوائيه، ما فيش بلان معينه، احنا المفروض كل حد بيلعب رياضه سواء كوره او غير كوره لازم يبقى هو حاطط في دماغه يعمل فكره ان هو بطل.